طيب برضو احنا يعني من الحاجات برضو اللي حقيقة سعدت بيها جدا جدا لما قريت الخبر ده، انه دايما احنا بنقول انه الحمد لله حصل تطور كبير جدا في قطاع الصحة، وتحديدا للأطفال. بقى كان في مبادرات خاصة بالطفل المصري، كشف عن أمراض معينة، الكشف عن ضعف الإبصار وغيرها وغيرها من يعني المبادرات اللي تمت في هذا الإطار. ولكن برضو دايما مصر حريصة برضو على أطفال الآخر أو أطفال الغير من الجنسيات الأخرى، لأنه الإنسانية بتعم هنا بقى، مفيش حاجة اسمها أنا مصري أو أنا كذا أو أنا جنسية أخرى، لا أنا إنسان، فلو بإيدي حاجة هساعده هساعده. الحقيقة من الأخبار اللي أسعدتني قوي 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 خبر خاص بجامعة أسيوط، استقبل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يوم الحد الماضي 300 طفل ليبي بصحبة أهاليهم، وده في 30 طفل ليبي، وده في أول أيام انطلاق القافلة الطبية اللي بتنظمها مؤسسة عملية الابتسامة أو Operation Smile. المؤسسة دي هي اتخذت أنه المقر بتاعها في الشرق الأوسط في مستشفى الأطفال التابعة لجامعة أسيوط. استقبلتهم جامعة أسيوط 30 طفل ليبي لعلاج بعض العيوب الخلقية، زي مثلا المصابين بالشفة الأرنبية، شق سقف الحلق وغيرها، وكان ده على مدار 5 أيام، وكانت امبارح آخر هذه القوافل امبارح وآخر هذه العمليات، وإن شاء الله يعني هيسافر الأطفال تاني إلى أرض وطنهم ليبيا. نعرف تفاصيل أكتر بقى عن هذه القوافل الطبية اللي بتستقبلها مصر وتحديدا جامعة أسيوط الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على جميع السادة المشاهدين. صباح النور على حضرتك. 30 طفل ليبي تم استقبالهم، عايزين نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، وإيه هي الأمراض اللي كانت يعني عند الأطفال، ونسبة نجاح العمليات. بداية طبعا أحب أوضح للسادة المشاهدين، إحنا في حاجة اسمها مؤسسة عملية الابتسامة، دي مؤسسة دولية طبية، المجهود بتاعها كله أو الشغل بتاعها كله بيبقى نوع من أنواع التبرع، يعني تبرعات بتيجي، وهي بتتولى الأطفال الصغيرة اللي عندهم عيوب خلقية أو تشوهات خلقية زي الشفة الأرنبية مثلا أو شق سقف الحلق، بتتولاهم، وبيبقى في قوافل مدربة عبارة عن أطقم طبية مدربة من أطباء جراحة التجميل وأطباء تخدير وتمريض من مختلف جنسيات العالم، بيسافروا الأماكن اللي هي طبعا عندهم الإمكانيات محدودة أو مواردهم محدودة في بلاد أفريقيا أو بعض بلاد جنوب آسيا، وبيعملوا إيه العمليات دي للأطفال المحتاجة. المؤسسة دي المقر الإقليمي بتاعها بالشرق الأوسط هو مصر، وبالتحديد هنا مستشفى الأطفال الجامعي في أسيوط، والمدير الإقليمي برضه للمؤسسة طبيب مصري وهو الأستاذ الدكتور محمد الشاذلي رئيس قسم جراحة التجميل في أسيوط. عادة القوافل دي زي ما اتفقنا وقلت زي ما سبقت حضرتك وقلت هي القوافل اللي بتتحرك للبلاد، لكن كان في طبعا عندنا في ليبيا في اطفال محتاجه للتدخل في هذا النوع من الجراحات، ونتيجه للظروف اللي تمر بها الدوله الشقيقه ليبيا جنبنا، فكان في قرار بالعكس انه الاطفال هم اللي يجوا المقر الاقليمي هنا في مصر وفي جامعه اسيوط، وانه جامعه اسيوط تتولى المهمه وبالفعل بالتنسيق. وطبعا ده لانه مصر دوله كبيره زي ما قال الرئيس السيسي من اسبوعين حضرتك في المبادره بتاعت حاجه كريمه، مصر دوله كبيره وطبعا والتزاماتها كبيره مش بس طبعا ناحيتها، ناحيه كل من حولها. صحيح. تمام، وخاصه في اشقائنا العرب يعني.
فعلا تم التنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والليبية وتم والخارجية الليبية، وتم حضور الأطفال وذويهم وعددهم 70 فرد ومعهم 8 أطباء ليبيين للتدريب، بغرض التدريب. هم فعلا على متن طائرة خاصة تحركت من مطار بني غازي يوم السبت اللي فات ده على طول، ونزلت الطيارة ده بالتنسيق برضه مع الجهات الأمنية، نزلت في مطار أسيوط كالعادة. طبعا الطيران الليبي زي ما حضرتك عارف بينزل برج العرب غالبا، طبعا كان في تنسيق، نزلت مطار أسيوط الدولي. وفعلا كان قيادات الجامعة كلها كانت في استقبالهم على رأسهم الأستاذ الدكتور طارق جمال رئيس الجامعة. وتم توفير مكان إقامة ممتاز لهم، وهو مبنى الإسكان الفاخر للوافدين في الجامعة للأطفال وذويهم. وتم استقبال الأطباء في فندق دار الضيافة في الجامعة، الأطباء الليبيين. هايل. وفعلا ده الكلام ده كان يوم السبت. يوم الأحد تم عمل فحص شامل لجميع الأطفال لتحديد يعني نوعية العمليات اللي هتجرى ليهم، ومدى ملائمة الأطفال أو أعمار الأطفال لهذا النوع من العمليات، لأنه المفروض العمليات دي تجرى في سن يعني صغير شوية، بيبقى بتبتدي تقريبا من 6 أو 8 شهور سنتين وثمان شهور أو سنتين أو 3 سنين على الأكثر يعني. ونسبة نجاح العمليات بقى يا دكتور للتلاتين طفل؟ لا، هي النسبة، هو دلوقتي بيبقى فيه نوعين من أنواع التقييم. التقييم الفوري اللي هو بعد العمليات مباشرة، الحمد لله تم أداء بنجاح وفي استجابة والأمور كويسة جدا. بيتم بقى فيه بتبقى متابعة بعد العمليات طبعا في فترات، ودي لسه احنا مخلصين، لأن احنا العمليات بدأت 2 و3 و4 خلصوا امبارح، فدي بتبقى ليهم بقى متابعات بعد كده بتتم يعني سواء في بلادهم وبالتنسيق مع المركز الإقليمي لمؤسسة عملية الابتسامة. طيب عملية الابتسامة يعني عايزين تفاصيل عنها أكتر، هي مؤسسة دولية عالمية غير هادفة للربح، بتضم كم دولة؟ وأكيد مصر عضو فيها. هي بتضم 33 دولة ومصر طبعا عضو فيها، ومش بس عضو، مصر يعني هي يعني تقريبا المسؤولة عن العملية في منطقة الشرق الأوسط هنا. أنا الحقيقة ده شيء يدعو للفخر جدا جدا للقطاع الطبي في مصر، وخاصة لما تكون جامعة موجودة في صعيد مصر بهذا التطور وهذا التقدم، وأن يبقى فيه ثقة من مؤسسة دولية يعني بتشمل 33 عضو في مصر، أن يكون المكتب الإقليمي بتاعها في الشرق الأوسط، فده شيء عظيم جدا. بشكر حضرتك الدكتور علاء عطية عميد كلية طب أسيوط، وبشكر أكيد طبعا دكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبشكر كل فرد كان يعني في هذه العمليات، سواء من الأطباء سواء من التمريض، من كل اللي كانوا قائمين على هذه القوافل، لأنه دي ثقة يعني كبيرة جدا جدا من مؤسسة دولية أنها تعمل ده. هنا في إعلاء لقيمة الإنسانية، أنه دايما مصر مش بتتدخر أي حاجة عن أي حد من أشقائها العرب أو الأفارقة، دايما بتستقبلهم في مصر، يعني بتقدم لهم الدعم الطبي والاجتماعي وكل شيء يعني يكون ليه إفادة لأي شخص، سواء صحيا أو حتى تعليميا. انه الدكتور ذكر حاجه انه في عدد من الاطباء الليبيين اللي جه يتدرب من يعني الطبيب المصري، يعني تحت ايد الطبيب المصري، فده شيء الحقيقه عظيم جدا جدا. الحقيقه ان شاء الله هنتابع مزيد من هذه القوافل وننزل بقى نصورها، انا ما لحقتهاش، انا كان نفسي اصورها بس هم كانوا امبارح اخر يوم وسافروا، فان شاء الله هنتابع مع حضراتكم اول باول هذا النوع من القوافل، لانه شيء جميل جدا جدا ان احنا نلاقي تنفيذ عمليات يعني صعبه زي دي على ارض مصر.